كناس مسلحين. إذا تستهدف المسلحين فقط، أولاً وضح هذا للعالم، لأنه حماس ما وضحتش هذا للعالم، ما قالتش أني أنا راني من استهدف كان المسلحين فقط، لأنه لو تقول هذا يصعب اتهامها بالإرهاب. هي قالت لي أنا شديت الناس على بعضه. أكثر حسب المعلومات اللي في الإعلام الأمريكي الآن والإعلام الغربي، تقريب 70-80% هم ما يحملوش سلاح، هم ناس مدنيين بالحق، هم مستوطنين ولكنهم ما يحملوش السلاح. إذن اللي ما يحملش السلاح فار ديفينيسيون هذا كمدني. ثورات التحرير تجب تصفها أنها كانت إرهابية تمارس في الإرهاب. إذن حركات، شوف الحركات التحرير اللي نشحت بالحق هي التي لم تمارس الإرهاب. على الثورة الجزائرية إيش تعتبرها؟ ممكن تعتبرها نشحت، لكن 8.5 مليون جزائري ماتوا. أنا ما نعتبرش هذه طريقة ذكية في التحرير، أو طريقة ذكية في مقاومة الاستعمار. لأنك يعني أنت وقت تقاوم في الاستعمار أو تتقاوم حتى في الظلم وفي الاستبداد اللي احنا تو نعانيوا منه في تونس وفي العالم العربي الكل، ما يلزمكش تستعمل العنف، يلزمك تقاوم فقط بالوسائل السلمية وفقط بالوسائل السياسية باش تكسب رأي العام الدولي، باش العالم الكل يجي معاك. نهارت اللي تولي تستهدف المدنيين، ما عادش نجم الطالب أنت لا من الشعب الأمريكي ولا من الشعب الفرنسي ولا من الشعب الأوروبي باش يدعمك، لأنك وليت أنت في نظرهم على الأقل وليت إرهابي تستهدف المدنيين. رضوان المسمودي، سؤالي الأخير، ملاكي ما قال نجيب، الحركات الإخوانية اللي أنت تعتبر روحك ما زلت جزء منها غالطة في الموقف هذا؟ اتحاد العلماء، حركة الإخوان المسلمين، حركة النهضة التونسية، غالطة الكل التحليل بتاعك؟ أنا أولاً يا برهان، اللي نعرف أنه حركة النهضة لا تنتمي للإخوان المسلمين، وهذه تهمة متاع ناس اللي معادين لحركة النهضة. أنا شخصياً عمري ما انتميت لحركة الإخوان المسلمين. أنا انتميت لحركة النهضة التي كانت دائماً ترفض العنف وترفض الإرهاب وتندد به. معناها حركة النهضة اليوم حركة النهضة أنت معناها تعتبرها غالطة كما أدانتش حماس؟ هي حرة في موقفها، أنا نعتبرها غلطة. أنا نعتبر أي واحد يستهدف المدنيين هو غلط. هذا لا يعني أننا ما ندافعوش على الشعب الفلسطيني ولا على القضية الفلسطينية، ولكن ما ندافعوش على حماس، لأنها إلا إذا هي تبرأت وقالت راني أنا لم أستهدف المدنيين. إذا قالت أنا راني في الحرب متاعي مع إسرائيل استهدفت فقط العسكريين وإلا المسلحين، يا سيدي المستوطنين المسلحين اللي هما حاملين للسلاح، نعم، هذا ما عادش إرهاب. هذا من حقها باش تحارب وتقاوم وقت ندافع عليها. أما نهارت تولي تشد في المدنيين وتعتقل، نعم، فيهم كرهين، واضح، ما ينجم يدافع عليك حد وتخسر الرأي العام. شو العالم الكل توا ولا مع إسرائيل، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، كلهم يدعموا في إسرائيل بسبب هذا الخطأ. وصلت الفكرة لدكتور رضوان المسمودي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من واشنطن.